مساء الخير. خايفين المزارعين على مواسمهم من شح المي بالصيف نتيجة انحباس المطر، واجت مشكلة جديدة تنضاف على مشاكلهم وهي التقلبات المناخية والجليد يلي سيطر بالأيام الماضية فوق الجبال ويلي أدى لضرب المزروعات وقضى على مساحات شاسعة من بساتين اللوز والكرز والمشمش وكروم العنب والخضرة على أنواعها، وبلغت الخسائر أكثر من 80% من المواسم خصوصا بسهل البقع. وناشد المزارعين المنكوبين وزارة الزراعة لمساعدتهم بهالكارثة اللي حلت فيهم. وبالعودة لطقسنا، طقس ربيعي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومستمر معنا لآخر الأسبوع. أما الحرارة فهي معتدلة، الهواء متوسط السرعة والرطوبة منخفضة، البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة مياهه 18 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة. أما لبكرة طقسنا غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، إذا عم بتسجل 12، وعلى بالبقاع 8، على المرتفعة 9.4 بالأرز. أما بالنسبة لدرجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديدا من البيات 13، طرابلس 22، 23 بجبال، على الساحل إذا بيروت 26، صيدا 25، وصور 23، بنت جبال 22، نبطية 21، رشية 21، برمانة 20، وبعلبك 22، والأرز 12، وأخيرا الهرمل 26 درجة. أما بالنسبة لرطوبة بتتراوح بين 50 و75%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الريح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، ورياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين نشوفه سوا. إن الليلة بتوصل لل 11، وبكرة بتتراوح بين 12 و26، ونهار الأحد بتوصل ل 32 نهارا وأدناها 15 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا صنعاء 23، الرياض 27، ومن بعدها بننتقل لطرابلس 21، وتونس 19، وأخيرا برلين 18 درجة. وهيدا كان طقسنا لليلة. أما هلأ بترككم تتابعوا آخر أخبارنا.